عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، نقدم لك بطاقة الدعم العاشرة الخاصة بأهمية المستحثات، استعمال السلم الاستراتيغرافي والدورة الرسوبية. إذا للسنة الأولى من تعليم الثانوي الإعدادي لمادة علوم الحياة والأرض. بطبيعة الحال تهدف هذه البطاقة إلى تعرف على الاستحاثة والمستحثات، تعرف مفهوم الزمن الجيولوجي، تعرف على المستحثات ودورها في بناء السلم الاستراتيغرافي وأوساط الترسب القديمة. إذن قبل التطرق إلى النشاط الأول عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، لا بأس أن نذكر بمصطلحات المفتاح التي ستساعدك بطبيعة الحال في إنجاز الأنشطة المقترحة. إذن كأول مصطلح يجب التعرف عليه المستحثات. ماذا نقصد بالمستحثات؟ هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بقايا أو آثار أو بصمات لكائنات حية، أسنان قرش مثلا، أوراق لأشجار، عظام، قواقع. إذن احتفظ بها داخل الصخور الرسوبية منذ ملايين السنين إلى عصرنا الحالي، وتنقسم إلى قسمين: مستحثات طبقاتية ومستحثات سحنية. بالنسبة للمستحثات الطبقاتية، يعني المستحثات عاشت خلال فترة جيولوجية وجيزة ولها انتشار جغرافي واسع، ولا نجد يعني انقرضت ولا وجود لمثيلتها حاليا. عكس المستحثات السحنية فهي عاشت لفترة جيولوجية طويلة ولا زالت حية إلى عصرنا الحالي ولها انتشار جغرافي ضيق في المكان. بالنسبة لأهمية المستحثات، المستحثات الطبقاتية بواسطتها يتم تأريخ الصخور لأنها تتميز بكونها لديها عاشت في مدة زمنية يعني محدودة، الصخور بشكل نسبي أي تحديد العصر الذي ترسبت خلاله هذه الصخرة، وبالاستعانة إلى السلم بالسلم الاستراتيغرافي. بينما المستحثات السحنية بواسطتها يتم تحديد المكان والوسط الذي ترسبت فيه هذه الصخرة بالاعتماد على مبدأ الحالية أو التحيين. إذن النشاط الأول، التمرين الأول، تمثل الوثيقة التالية عمودا استراتيغرافيا لطبقات صخرية رسوبية. إذن عمود استراتيغرافي، قوم الجيولوجيون باستخراج هذا التراتبية وهذا الترتيب في الطبقات الصخرية. إذن انطلاقا السؤال الأول، حدد أقدم وأحدث طبقة في هذا العمود. كنعرفوا بأن العمود كيتكون من طبقة الأولى شيست، رصيص، حجر رملي، كيلس، سجيل، جبس، سجيل أصفر، ثم أخيرا الكيلس. إذن ثماني طبقات. إذن انطلاقا من هذا العمود حاول أن تحدد أقدم وأحدث طبقة في هذا العمود. السؤال الثاني، على أي مبدأ اعتمدت في هذا التأريخ؟ تم العثور على مستحثات ثلاثية الفصوص F1 في الطبقة 1، وعلى مستحثات الأمونيت F2 في الطبقة 4، وعلى مستحثات اللمية F3 في الطبقة رقم 7. إذن بماذا ينعت هذا النوع من المستحثات، علما أنها عاشت فترة زمنية قصيرة ولها انتشار واسع جغرافي واسع؟ إذن نمر إلى توصيف الأجوبة. بطبيعة الحال الطبقة الأقدم هي طبقة 1 الصبة الأولى، بينما الطبقة الأحدث هناك هي طبقة رقم 8. إذن هذه في الحالة العادية، بطبيعة الحال هناك استثناءات يجب الوقوف عندها. بالنسبة للمبدأ الذي تم اعتماده من أجل يعني تحديد عمر النسبي لهذه الطبقات، اعتمدنا على مبدأ التراكب. يعني دائما الطبقة التي توجد في الأسفل هي أقدم عمرا من التي تليها، وهكذا دوالك. إذا الطبقة التي توجد في الأعلى هي الأحدث دائما لأن آخر من ترسبت. إذا السؤال الثالث، يطلق هذا النوع من المستحثات يعني ثلاثية الفصوص أمونيت لمية، بما أنها عاشت لفترة زمنية قصيرة وتنتشر بشكل واسع، فإنها تساعدنا في تحديد يعني عمر هذه الطبقات بشكل أدق. إذن فهي مستحثات طبقاتية جيدة. حاول عزيزي التلميذ أن تنجز هذا الاختبار في يعني مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق لكي نقوم بمقارنة أجوبتك مع الأجوبة
المرجعية وتقوم أنت بتصحيح ذاتي للتمرين لهذا النشاط. إذن بالنسبة للوضعية الاختبار التي يطلب منك أن تجيب عنها، هي خلال دراسة جيولوجية لمنطقة شاسعة تمت ملاحظة وجمع عينات مختلفة من المستحثات. يلخص الجدول التالي بعض خصائص المستحثات التي تم العثور عليها. إذن المستحثات وخاصتها جذور الأشجار والمرجان، ثلاثيات الفصول، ثم الأمونيتات. بالنسبة للخاصيات نتحدث عن وسط العيش، التوزيع الزمني الجيولوجي والتوزيع الجغرافي يعني في المكان. بالنسبة لجذور الأشجار والمرجان فهي وجدت في وسط قاري، بينما ثلاثيات الفصول وجدت في مكان أو في وسط بحري، بينما الأمونيت أيضا عكس أيضا الأمونيت يعني وجدت في وسط بحري. بينما التوزيع الجيولوجي التوزيع في الزمن الجيولوجي، جذور الأشجار والمرجان يعني من الحقب الجيولوجي الأول إلى حدود الآن، يعني توجد من ثلاثيات الآن، بينما ثلاثيات الفصوص تم يعني وجدت في الزمن الجيولوجي أو في الحقب الجيولوجي الأول، والأمونيتات وجدت في الحقب الجيولوجي الثاني فقط، فهي محدودة في الحقب الجيولوجي الثاني فقط. بينما التوزيع الجغرافي محدود بالنسبة لجذور الأشجار والمرجان، وبالنسبة لثلاثيات الفصوص والأمونيتات لديها توزيع يعني جيوغرافي واسع. يستخرج من المعطيات، إذن السؤال هو كالتالي: يستخرج من معطيات الجدول معللا جوابك المستحثات الطبقاتية الجيدة. إذن بالنسبة للمستحثات الطبقاتية الجيدة كما قلنا في التذكير، كل مستحثة تتميز بتوزيع جغرافي يعني شاسع وتوزيع في الزمن الجيولوجي ضيق. إلى رجعنا للجدول عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة، غادي نلاحظوا بأن في يعني المستحثات التي تتميز بهاتين الخاصيتين هما ثلاثية الفصوص مع الأمونيتات، لديها توزيع جغرافي شاسع، وكل مستحثة يعني تميز حقب معين يعني مدة زمنية قصيرة وضيقة. بينما المستحثات السحنية قلنا بأن كل مستحثة يعني لديها توسيع يعني توزيع جغرافي ضيق محدود، ولديها يعني زمن جيولوجي شاسع، زمن جيولوجي شاسع. إذن نقدم لك عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة هذه البطاقة كي تتمكن من التأكد من صحة أجوبتك عبر مقارنتها مع هذه الأجوبة المرجعية. يجب عليك كتابة الأجوبة الصحيحة التي حصلت عليها في المكان المخصص لذلك في بكل خانة. يجب أن تحصل على نتيجة أقل من أو عفوا يجب أن تحصل على نتيجة 3 على 4 على الأقل في مجموع الخانة. السؤال الأول: المستحثة الطبقاتية الجيدة، ثلاثية الفصوص والأمونيتات لأنهما تتميزان بتوزيع جغرافي شاسع وتوزيع زمني محدود، يعني ثلاثية الفصوص الحقب الأول يعني الأمونيتات الحقب الثاني. بالنسبة للأهمية ديالها تسمح بتحديد الزمن الجيولوجي وعمر الطبقات. نمشيو للسؤال ب: مستحثات السحنية، نتحدث عن جذور الأشجار والمرجان لأنهما تتميزان بتوزيع جغرافي محدود وتوزيع زمني شاسع، يعني من الحقب الأول إلى الحقب يعني الذي نعيش فيه هو الحقب الرابع الآن، إذن مدة زمنية كبيرة جدا. تسمح هذه المستحثات من تحديد أوساط الترسب يعني القديمة. إذن إذا كان الجواب الأول يعني سوف يقوم بالتنقيط على 2 نقطة، يعني جوج على جوج كان صحيح، كان خطأ غادي دير 0 على 2، وهكذا دواليك، وتقوم بتقييم إجابتك نفسك بنفسك. إذا حصلت على عزيزي التلميذ على أكثر من 3 على 4 في مجموع الخانات فهذا يعني فهذه نتيجة جيدة جدا، يعني أنك تعلن أنك تمكنت من تحقيق الأهداف المسطرة لهذه البطاقة. إذا في حين يعني في حين حدوث العكس فعليك أن تعود إلى أو ترجع إلى الدرس من أجل الوقوف عند الثغرات التي يعني محاولة تجاوز هذه الثغرات. شكراً.